بالتاريخ يعني تاريخ شرعية لمدة سوريا ويحكمها بها. نبقى برات البيت مسلمون في هكا القطاع تقدر وحاولوها ليا الحرمة القدوة للإيمين. لكن أنا أجي قصيدة قراءها إلى شرع وحكمة الله قلتي بأن الحرمة القدوة لك قلتي وجود الأفغانستان ويصير الاتجاه شرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كيف يعالج هذا؟ فك عالج متحركة. ما عاد يجي يفك الاسم في البلد، اما حط الاسم في البلد، اما ما لاقي الاسم في البلد معه. بيجي هو مصر مطلع حرامه، عالج متحركة، فك عالج يجي له هذا، بيجي انا في الى عالج متحركة. لا يا هاي تقدر انا هنا وبين دول لكن محمد يقول لي لا، انا شرعي كنت ولا يسكت.